في بداية الحلقة، عودة طارق الزمر لإطلاق التصريحات العنترية الدونكيشوتية. دونكيشوت اللي هو كان بيحارب طواحين الهوى، يعني تصريحات وهمية في الهوى. عايز استعيد معاكم طارق الزمر النهاردة قال إنه سنزلزلهم في 25 يناير. عايز استعيد معاكم بقى طارق الزمر وبقول سنسحقهم في 30/6، وبعد كده سحقهم الشعب بالوسائل السلمية وأطاح بهم وبحكمهم. وكانت النتيجة إيه؟ إنه هرب طارق الزمر وهرب معظم قيادات الجماعة الإسلامية التي ينتمي إليها، وأيضا قيادات الإخوان مثل الفئران المزعورة. تعالوا نشوف طارق الزمر وهو يطلق تصريحات عنترية يبدو فيها كأسد هصور بينما هو ليس كذلك. سنسحقهم في 30/6، النهاردة قال سنزلزلهم في 25 يناير. أيها الإخوة، إننا لقد توعدونا ب30/6، ونحن نعدهم بأنهم سيسحقون في هذا اليوم. أيها الإخوة، ستكون الضربة القاضية، ستكون الضربة القاضية لكل من يدعي أن معه عشرات أو آلاف أو مئات الآلاف يوم 30/6. سنسحقهم، النهاردة استبدل تعبير سنسحقهم، سنزلزلهم يوم 25 يناير. تهديدات من قبل طارق الزمر الذي أطلق نفس التهديدات، وبعد كده يوم 30/6 محدش شافه فين، وبعد فض الاعتصامين تمكن من الهروب خارج مصر. يعني حتى صاحب القضية كانوا دايما يقولوا للفريق أحمد شفيق إيه، لو انت جدع عد وحارب من الداخل. طب انتوا عودوا وحاربوا أيضا من الداخل. سنسحقهم في 30/6، فسحقهم الشعب المصري ونجح في ثورته السلمية وأطاح باستبداد الإخوان والجماعة الإسلامية التي تعد الجناح العسكري لجماعة الإخوان. طارق الزمر اليوم قال سنزلزلهم، تصريحات منسوبة إليه قال فيها إذا لم يفرجوا عن كل النشطاء السياسيين اللي تم اعتقالهم سنزلزلهم. هنجيب لكم بعض التصريحات كمان اللي أو بعض الفيديوهات والمشاهد اللي جماعة الإخوان بدأت تنشرها في كل مكان لتخويف الناس من يوم 25 يناير. خوفتوا الناس في 30/6 والناس ما خافوش ونجحت الثورة. خوفتوا الناس في 3/7 والناس ما خافتش ونجح ما يمكن أن أسميه بيان القوات المسلحة. خوفتوا الناس يوم 26/7 يوم التفويض والناس ما خافوش. خوفتوا الناس في احتفالات أكتوبر وقلتوا أنها ستكون حازمة قاطعة وسيعود محمد مرسي، وكانت التصريحات وهمية. خوفتوا الناس في ليلة رأس السنة وفي احتفالات المسيحيين وفي يوم الاستفتاء وفشلوا جميعا. تصريحات عنترية وهمية دونكيشوتية لا أهمية ولا قيمة لها ولا يجب أن ننتبه إليها. نأخذها مأخذ الجد وحنناقشها بعد قليل. ما الذي يمكن أن تفعله جماعة الإخوان يوم 25 يناير؟ بس تعالوا نشوف بعض المشاهد اللي بيتم بثها لتخويف الناس. 25 يناير سيكون يوما احتفاليا لأنصار ثورة 30/6. 30/6 هي التي استعادت 25 يناير. علينا أن نفوت الفرصة على الإخوان الذين يسعون لاختطاف 25 يناير من جديد. خطفوها قبل كده، لا يمكن أن نسمح لهم باختطافها، ما لهمش علاقة بيوم 25 يناير. وأتحداهم أن واحد فيهم يجيب له صورة في 25 يناير. يعني أنا كنت رئيسا لتحرير صحيفة صوت الأمة، وكان عندنا جيوش من المصورين يلتقطون الصور، وكنا في الميدان. أتحدى واحد إخواني يجيب لي صورته يوم 25 يناير. الإخوان لم يشاركوا إلا يوم 28 يناير. بعضهم قلة في النصف الأول، لكن الحشود الضخمة منهم بدأت في النصف الثاني اللي بدأت معه أعمال العنف. وبالتالي نفوت عليهم الفرصة. 25 يناير مش بتاعتهم، سنحتفل بها، سيكون يوما احتفاليا. البعض عنده أفكار عميقة تتعلق بذلك،
وهي أن يكون هذا اليوم يوم للاحتشاد لدعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية. طيب تعالوا نشوف مشاهد بيبثها الإخوان على الإنترنت لتخويف الناس، يحذرون فيها ويضعون الخطط لكيفية قتل ضباط الشرطة وكيفية تحطيم مؤسسات الشرطة. هدفهم هو تحطيم وزارة الداخلية. هتلاحظوا انهم ابتعدوا عن الجيش، قالوا بس نحاول تحييد الجيش، شايفين، لانهم حسوا انه مشاعر كل المصريين مع القوات المسلحة. تحدثوا عن المخابرات هدمها وعن الامن الوطني وعن وزارة الداخلية. طبعا المقاومة الشعبية دائما بتكون ضد الاحتلال، والمقاومة الشعبية بتستند إلى جموع الشعب، يعني بيكون في توافق شعبي حول مفهوم المقاومة. إنما الرسالة بالشكل ده هي دعوة للتحطيم ودعوة للتدمير ودعوة لإسقاط الشرطة وإسقاط الدولة، بالإضافة إلى أنه شايفين الحساسية الشديدة لأنهم استشعروا الشعبية الجارفة للقوات المسلحة، ما قربوش من القوات المسلحة، استخدموا تعبير تحييد الجيش، واستخدموا تعبير أو على الأقل محاولة اجتذاب الجيش لنا، يعني أنهم يجتذبوا الجيش، لكن لم يستخدموا تعبيرات للاعتداء على القوات المسلحة.